انتم الجيل الذي يعني فتح عينيه في صغره على انتكاسة ما اصطلح عليه بالربيع العربي. انتم حليتوا عينيكم شوية، كنتوا باقي صغار، احنا طبعا ولدنا قبلكم، مش ما نقولش كبر منكم، ثم ان شاء الله تعالى نعدكم لكي تكونوا اكبر منا. احنا تولدنا قبل منكم وخلاص. اللي كاين هو انه من اللي جرى الربيع العربي امل فيه الناس من كثره الاحباطات اللي عاشوها وكثره الضغوطات التي عاشها الناس في العالم العربي الاسلامي تحت وطأة انظمه يعني اقل ما يقال فيها انها لم تفعل شيئا لشباب المسلمين، اقل ما يقال فيها. فالاشكال اللي طرا ان كان تحديات وناس يالله خارجين من استعمار وكل واحد كيقلب كيفاش يلقى الوجهه، والامه الاسلاميه ما بقاش عندها واحد المركز اللي نقدروا نقولوا ان الخلافه الاسلاميه اللي كتجمع المسلمين كلهم كاينه هنا. 1921 جاء مصطفى اتاتورك وقع انقلاب على الخلافه الاسلاميه في اسطنبول، 1924 تبدل الدستور ولات تركيا علمانيه، ما بقاتش شي حاجه سميتها دوله العثمانيين. ومن بعد بدايه القرن العشرين جاء النظام ديال النظام السعودي ديال آل سعود، وهو اللي مكن له في الجزيرة العربية، ثم وضعت لها الحدود. فالناس من غير يهزوا عينيهم في تركيا وغير قول الخلافة الإسلامية طاحت، مباشرة تهفو القلوب إلى مهبط الوحي. ملي كيرجعوا لمهبط الوحي كيوليو تلقاو تا ولا دولة قطرية لها دستور ولها حدود ولها كذا، ولا بغيتي تمشي خصك تأشيرة، هذا الشيء والناس تحت وطأة الاستعمار. اما من اللي فاقوا الناس من الاستعمار راه ما يمكنش تخيلوا تلافا اللي كان ضرب اللي كان ضرب الدول. راه دوله كتقول لك اودي حنا غنمشيو في النظام الاشتراكي لانها كانت مواليه للاتحاد السوفيتي، ودوله كنقولوا حنا غنمشيو للنظام الراسمالي، ودوله مقسومه وسط منها لجوج، وسط منها الجامعه متمكنين منها الشيوعيين، الحكومات وداك الشيء شادينها الناس اللي عندهم توجه راسمالي. الاسلاميين وقع لهم واحد التراجع لان رابطه العلماء في الاسلام ما بقاتش عندها هذيك القوه اللي كانت عندها من قبل، وتلونت. والناس ولاو تالفين في حي صبيص، كل دوله كتقلب لها على مشروع، والناس كيقلبوا على كيفاش يعتقوا ريوسهم. كاين اشكالات ديال ما بعد الاستعمار، لان ملي خرج المستعمر يستحيل يخليها لك انت وتطور وليداتك وتصوب انت. لا لا، انا كنت كندوي مع الطلبه بعض المرات وتنسولهم يعني في القسم، تنسولهم كنقول لهم فين كاينين الابار ديال البترول في فرنسا، كنقول واش في الشمال ولا في الجنوب، وكيبدا التقدار من هنا من لي الا طحتي في شي طالب تبارك الله اللي منور كيقول لك استاذ راه ما عندهمش. كنقول له واخا المناجم ديال اليورانيوم فين كاينه في فرنسا، حيت هي عندها الانرجي نوكلير، عندها الطاقه النوويه، المناجم ديال اليورانيوم فين كاينه؟ انت ما عرفتي فين كاينه المناجم ديال اليورانيوم ديال فرنسا؟ اللي فين؟ قلت لهم في تشاد وفي النيجر. كتهبط كتقدى، عرفتي كيقول لك الزياره، كيقول لك شناهي، كيقول لك شناهي فرنسي داخل يتقدى في السوبر مارشي. الفرنسيس عندهم دوك النكات ديالهم باسلين شويه، ولكن كيقول لك شناهي واحد فرنسي داخل يتقدى في السوبر مارشي، كيقول لي شناهي، كيقول لي الرئيس فرنسا ملي كيدير زياره لافريقيا، زعما هابط يتقدى، فهمتيني، شويه اليورانيوم، شويه كذا، شويه كذا، وما بغيناش ندخلوا في التفاصيل لان داخل فيها شي مسائل ديال هذا تبرزطوا بها راسكم ما كايناش. وغنبرزطوا الاخر في المونتاج حتى هو ما كايناش. فكتقول لي واخا المناجم ديال الذهب اللي فرنسا مثلا خدامه بها، كيقول لك راه ما عندهاش. طيب وفي الاخر الفيلم هذا كله فرنسا اش عندها كاع؟ كيقول لك عندها حنا، عندها المستعمرات القديمه. فكتفهم انه المستعمر من اللي خرج راه يستحيل انه يخرج ويطلق لك كل شيء، خرج وخلى مسائل ديالو هو تما باش يعاود يقدر يخدم بها ديك الساعه بلا ما يصرف لا على الجيش لا على المقيمين لا مشاكل لا سلاح لا حتى شي حاجه. بل السلاح غتقول لي على هذا الحساب السلاح ما بقاش يصايبوا، لا باقي كيصايبوا وغيبيعوا لك انت، لان ديما انت غتبقى عندك رواقي لا تقدر تكون شي حاجه على اليمين على اليسار، وغيبيعوا لك وبيعوا لخوك وبيعوا لخوخوك، وديما غيقول لكم راه انت وخوك راه هذاك مهددك راه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. والله يجيب اللي يفهم. فهذه المساله هذه احنا علاش ذكرناها؟ ذكرناها على ان ملي بان الربيع العربي وبانت داكشي اللي طرا في تونس، وتبعات تونس تبعاتها شويه ليبيا، وكانت القضيه في ليبيا قاصحه، وتبعاتها مصر مع الاعيون سبحان الله. مصر دائما كيكون عندها واحد الدور ريادي في على الاقل في الامه العربيه بلا ما نتكلم على الامه الاسلاميه، فكانوا العينين على مصر. ملي بان ديك القضيه انه تحيد الرئيس العسكري اللي كان، باش ما نقولش لك تحيد النظام لان النظام في مصر العسكري عمره ما تحيد، تحيد الرئيس العسكري، وجاء الرئيس اللي كان تابع الجماعه ديال الاخوان المسلمين دكتور مرسي الله يرحمه،
وصار الناس يؤملون في تونس راك شفتوا العمليه كيفاش داز ربما اقل خسائر قدروا نقولوا على الاقل في الفتره الاولى. وجاء الحزب ديال النهضه اللي كان عنده خلفيه اسلاميه وعباد الله فرحات ونشطات وصار الناس يؤملون من بعد ملي بان لهم داكشي اللي وقع القذافي مع كاع الغبش الاعلامي اللي دار على ديك القضيه ديال القذافي والتوقيت ديالها وكيفاش ان فرنسا دخلت في هذاك الفيلم علما ان القذافي هو اللي كان ممول الحمله الانتخابيه ديال نيكولا ساركوزي من قبل. ويعني كيفاش واحد كان ديالنا من بعد عاوتاني قلبنا عليه وجهنا. والقضيه اللي كان قال لهم القذافي اننا ناخذوا المدخرات ديال الذهب اللي كاين عندنا احنا في الدول العربيه الاسلاميه ونصوبوا عمله ديالنا موحده، واش هذه جات في ذاك التوقيت؟ واش هذاك شيء مقصود؟ صدفه؟ العلم عند الله، كل الخبايا ديال السياسه ما كنفهمش ليها على الوجه الذي ينبغي. فوقع هذه المسائل هذه، فملي جا الربيع العربي امل فيه الناس اكثر من اللازم. فالناس بداو تيتخيلوا انه راه ملي غيجي هذاك الرئيس الجديد كما بغى تكون نوعه ولا الخلفيه ديالو في اي بلاد راه هو اللي غادي يخرج لهم انهار من لبن مصفى وانهار من ماء غير آس وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من لبن لم يتغير طعمه. هكا كيتخيلوا الناس غيطرا. اللي وقع وقع نوع يعني سواء اتفقوا ولا ما اتفقوش مع مساله الربيع العربي. انا قلت لك الربيع العربي على اعتبار انني خديت التسميه الاعلاميه اللي تعطاته. ومن بعد وقع ما يمكن ان نسميه انقلابا على هذاك الربيع العربي. فحالة الإحباط اللي ولات عند الشباب نقدر نقول لك كانت حالة إحباط مضاعفة مقارنة مع الحالة اللي كانوا كيعيشوها من قبل ديال الهزيمة النفسية. هاد حالة الإحباط فتحت الباب أمام كل من هب ودب لكي يمرر شبهاته للشباب. بل ولاو الناس كيقول لك ومن اللي انتم كاع كتقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وفينا لا إله إلا الله محمد رسول الله والقضية عندكم كاع تربجات. بحال زعما راه سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي وقف دار الربيع العربي وسيد ربي خذلو. وبلا حيتيات بلا تفاصيل بلا حتى شي حاجه تيجيو تيضربوا في هذه المسائل. لكن الشباب عنده حاله من الياس وحاله من الاحباط لا يمكن ان تفسر الا بمثل هذه الامور المحبطه. وما تنساوش راه ملي كتدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي، هذه يومين كانت عندي مداخله في المدرسه الوطنيه ديال صناعه النسيج والالبسه وكان شي شويه الكلام والدردشه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقه الشباب بها وكذا. فلا ادري ربما تقدر تحط على الشبكه اليوم ولا غدا ان شاء الله تعالى. فلا احتاج لاعاده تدوير الكلام فيها. لكن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بشكل كبير في ترسيخ حاله الياس والاحباط عند الشباب. الياس والاحباط من اشنو؟ الياس والاحباط من ان الامور يمكن ان تتحسن. هذا دفع واحد العدد ديال الشباب. انتم الناس تبارك الله راه طلبه المهندسين راه عندكم علاقه باللي بروموسيون سميتها بالدفعات اللي سبقاتكم وكتسمعوا باللي راه واحد العدد كيقول لك اودي انا راه هزيت قلوعي ومشيت للخارج. عدد سورتو الشباب اللي كيمشيو للمعلوميات لانفورماتيك لانفورماتيسيان شباب كيمشيو بزاف. كاين فيهم اللي ممكن انه يخدم هنا كاين ممكن كيقول لك اودي لا جلس هنا وتفقص الى اخره. حتى انه عدد ديال الناس ولا تيفكر بالدماغ ديال واحد اخر. فملي كيلقى بلي راه الياس والاحباط هو الحاله العامه تيقول لك وانا شنو باش غنكون انا استثناء في الحاله العامه؟ صافي حتى حنا معنا بحال الخوت قلبوا على نهزوا من خفافت قلبوا على السهل. هذا من الامور التي تجعله يعني يكاد يكون بالنسبه للجيل ديالكم انتم يكاد يكون اصلا من اصول الانحراف، في حين انكم انتم الاصل فيكم ان انتم اللي ما خصش يكون عندكم لا ياس ولا احباط. غتقول لي والوضعيه انت عارفه كيفاش دايره والهراج وغلاء الاسعار والمشاكل. كنقول لك اودي لانكم انتم ما عشتوش ما شفتوش حاله الذل التي مورست على الشعوب الاسلاميه منذ عقود، انتم ما عشتوش هذا الشيء. اكرمكم الله ما حضرتوش ليه. فانتم عندكم واحد الرصيد قوي جدا من عزه النفس. انتم ما عفط عليكم حتى واحد. انتم راه صحاب تخسر الهضره جابوهم لكم فوق الخشبه. وبالكاميرات وما كاينش اللي قال لهم اح. بمعنى ان عندكم القدره انكم تقولوا مجموعه من الامور وعندكم القدره انكم تقادوا مجموعه من الامور وما كاينش اللي يقول لكم اح. لكن لو بقينا كنفكروا بالموروث الثقافي السلبي راه غنبقاو جالسين عاوتاني الارض.